المتميز الرائع، وهو هيز ماي فيفورت اكتر في الجيل الحالي، ممثلي المفضل كريم عبد العزيز. ابن اخويا وابني وكريم يمكن الوحيد اللي بيحمل اسم عبد العزيز في عائلتنا كرجل، ابو ملك وعلي مهما كبر بشوفه لسه كريم اللي مثل في المشبوه مهما كبر ومهما حصل على قدر من النجوميه والنجاح. وناس كتير قوي بتربط كريم بيا، يعني ناس كتير يفتكروا في الصوره كمان معاه، يفتكروه ابني، ويمكن تون صوتنا زي بعض، تفكيرنا، المقالب اللي بنحاول نعمل، احنا قريبين لبعض. احنا حاولنا طبعا فريق العمل زملائنا اجتهدوا انه يكون معانا في الحوار، لكن حضرتك قلت لنا نظرا لسفر وخارج البلاد، فاحنا يعني ما كانش في فرصه يبقى معانا النهارده، لكن اعرف انه اهلاوي جدا ومحب جدا النادي الاهلي، وانه كان ناشئ في النادي الاهلي. طبعا اهلاوي مجنون طبعا، يعني لعب في الاهلي وعلى طول احنا بنتقابل، فما يعني ما بنصورش. في شله اهلاويه في العيله، الاب والعم وابن الاخ. لا لا يعني. وابن اختي كان محمد ياسين ده اهلاوي طبعا. طبعا انا اعتقد عيلتنا فيها واحد زملكاوي كلها بجد. طب يتعايش خالتي والحمد لله معاكم؟ لا راح عاش في لندن فتخلصنا منه، هو الوحيد كان سافر لسبب تاني ولا طفشتوه؟ لا هو راح ما جاش واتجوز هناك، وانا يعني خليه بقى ليفربول هيشجع احمر. حابب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟